حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اليوم الاحتفالية الخاصة التي عقدتها وزارة التربية والتعليم لتكريم خريجي برنامج البعثات، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتم خلال الاحتفالية تكريم 360 طالبا وطالبة من خريجي برنامج البعثات، حيث شكل خريجو درجة البكالوريوس 69% وخريجو الدراسات العليا 31%.